Hadiri dan ikutilah peringatan Haul Akbar kedua Almarfurullah Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad Syazili, Sabtu 10 September 2016 atau 8 Zulhijjah 1437 Hijriah pukul 18.00 Ba'da Maghrib, bertempat di Pondok Pesantren Ariyat Riyadul Jannah, Dusun Bangkon, Desa Pendem, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Dengan mubalik, Adai Ilallah Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Kaf dari Tegal, Jawa Tengah. Acara dimulai pada maghrib awal. Info lebih lanjut, klik di www.riyaduljannah.org. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما داء لله داع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع،
محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلهنا أسألك بالإسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا صلى الله عليه بسم الله ونحمده على نعمة وفينا صلى الله عليه وسلم به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين صلى الله عليه بهم ندعو المولى تعالى بغفران يا أم ونحتم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافع في عين
صلى الله عليه. إلهينا أسألك بالإسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين، آمين. ثم إلى أرواح جميع أزواجي وجميع ذريتي وجميع أهل بيتي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. ثم إلى أرواح أجدادنا وأسلافنا أينما كانوا، حلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغاربها، آمين. وبالخصوص إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى رفق المقدم محمد بن علي باعلوي، آمين. ثم إلى الحبيب محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب عبد الرحمن من السقاب، ثم إلى روح قطب الملاء وإمام الأولياء الحبيب عبد الله بن أبو بكر العدروس، ثم إلى روح ابن الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس العدني، ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح صاحب الرد قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح الإمام فخر الودود الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى روح صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أئمة الأرباء المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين، وبالخصوص إلى روح قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن سعيد البوسيري، ثم إلى روح أبي حامد محمد الغزالي، ثم إلى سيدنا إبراهيم الدسوقي، ثم إلى روح أبي الحسن الشاذلي، ثم إلى روح أبي الحسن الأشعري، ثم إلى روح سيدنا أحمد البدوي، سيدنا أحمد الرفاعي، ثم إلى روح صاحب الدلائل الشيخ محمد بن سليمان الجازولي، ثم إلى أرواح أولياء التسعة ولي صنغو الذين نشروا الإسلام في إندونيسيا وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المحضار والحبيب محمد بن إدريس الحبشي، ثم إلى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف، ثم إلى الحبيب حسين بن محمد الحداد، ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخون السقاف، ثم إلى الحبيب صالح بن محسن الحامد، ثم إلى الحبيب محمد بن حسين العدروس وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى روح حضرة الشيخ كي هجي هاشم أشعري، ثم إلى روح كي عبد الوهاب حسب الله، ثم إلى روح كي بسري سمسوري، ثم إلى روح شيخنا كي محمد خليل بنقلان، ثم إلى روح شيخنا كي عبد الحميد بسروان، ثم إلى روح شيخنا كي أحمد شاذلي وزوجته، ثم إلى روح خادم المجلس قس عبد الرحيم بن أحمد الشاذلي، ثم إلى روح الحبيب هاشم بن زين باركبا وزوجته، ثم إلى روح كي عبد الوهاب إدريس وزوجته، ثم إلى روح كي متكين وزوجته، ثم إلى روح كي أنبر وزوجته وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى روح أبا مستقيم وزوجته، ثم إلى روح كي عبد الله كي عبد القادر بنجر تورن، ثم إلى روح ثم إلى روحي كي حجي نجم الدين وزوجته، ثم إلى روحي كي عبد الوهاب وزوجته، ثم إلى روحي حجي علي وزوجته، ثم إلى وصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى روح الوالد سالم بن عوض مولى الدويلة، والوالدة عائشة بنت علي مولى الدويلة، ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد القادر الحداد وزوجته، ثم إلى الحبيب جديد بن محسن سقا وزوجته، ثم إلى الأستاذ عبد الله بن عوض عبدور، والأستاذ عمر قوده، ثم إلى الأستاذ عوض بفنا، ثم إلى الأستاذ عبد الله بجبير وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة، والحبيب حامد بن محمد السري، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، وابن الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، ثم إلى روح شيخنا الحبيب علوي بن سالم العدروس، وإخواني الحبيب أحمد بن سالم العدروس، والحبيب حسن بن سالم العدروس، ثم إلى
روحي شيخنا الحبيب محمد بن حسين بعبود وابني الحبيب علي بن محمد بن حسين بعبود ثم إلى الحبيب أنيس بن حسن بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد ثم إلى الحبيب محمد بن علي بن عقيل وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روحي كي دحلان قدر دالم ثم إلى روحي ابني كي أحمد سويدي دحلان قادر ثم إلى روحي كي يحيى قادر ثم إلى روحي كي ثم إلى روحي كي سعيد كتابان ثم إلى روحي كي أحمد دمنهوري ثم إلى روحي كي عثمان منصور ثم إلى روحي كي نخروي جغلان ثم إلى روحي كي بدر سلام طونغان ثم إلى روحي كي عبد المهدي ومبا محمد كاسين ثم إلى روحي كي إمام سباكر تمنبوغان ثم إلى روحي كي ثم إلى روحي كي حميد عمر كدل بسار ثم إلى روحي كي إمام حنبلي ثم إلى روحي كي أحمد مسبوكي محفوظ ثم إلى روحي كي ثم إلى روحي كي إمام أسفلي ثم إلى روحي كي عبد الهادي وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روحي مبا محمد طاهر مونغو ثم إلى روحي كي استمر حنفي ثم إلى روحي كي أحمد الرفاعي ثم إلى روحي كي عبد المنان سنغساري ثم إلى روحي كي مجاهد وكي إحسان تمبang ثم إلى روحي كي يحيى صبروي غندang لكي ثم إلى روحي كي عبد الله ستار ثم إلى روحي حلي الرهبيني ثم إلى روحي غس محفوظ تاسيك مادو ثم إلى روحي أبو الغنائم بهمبتو وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روحي المرحوم كي هجي ضميري سبانجang ثم إلى روحي كي Abdul Manan Pidek ثم إلى روحي كي شرقوي Pidek ثم إلى روحي Pak Kusen ثم إلى روحي Pak Saji ثم إلى روحي Pak Sampun ثم إلى روحي Pak Ngatman Pidek ثم إلى روحي ثم إلى أرواح من دفن في هذه المقبرة آمين وفي هذه القرية وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روحي ثم إلى روحي محمد ياسين ثم إلى روحي مبه سالم وزوجته ثم إلى روحي مبه نائم وزوجته وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم يا حاضرون نستفتي هذه الجلسة وهذه المناسبة مثل ما نواه أجدادنا وأسلافنا ورجالنا وأباؤنا الصالحون ومثل ما نوى صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ومثل ما نوى خادم المجلس قس عبد الرحيم بن أحمد الشاذلي ومثل ما نوى جميع مشايخنا من النوايا الصالحة الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومرادنا في مرادهم ومطالبنا في مطالبهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذه المناسبة ونهدي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخضب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang keras, yang semangat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Asra bi badril fil kauni asra. يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صلي على محمد أخرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صلي على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأزداد. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأزداد. يا ربي صل على محمد أفضل من بيتك تحقق. يا ربي صل على محمد من بالصفا والوفا تخلق. يا ربي صل على محمد من بالصفا والوفا تخلق. واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واسري وساهل ما قد تأوت. يا ربي صل على محمد واسري وساهل ما قد تأوت. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وأرحم
ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق Thank you.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبدهون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليهيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلى الله عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضع برهانه المبسوط في الوجود كرمه إنسان. صلى الله عليه. تعالى مجد وعظم شأنه خلق الخلق نكمة وطأ عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة. صلى الله عليه. وأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عالم الشدد والغيوب. صلى الله عليه. أما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفن الذي برز من أفراد الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود قد اعترت بوجودها أكناف الوجود وطلست برد العوالم بدراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
تجلى الحق في أعلم الجزء الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب يا لقلب سرورك ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في أعلم البطون والظهور
ما ملا الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجعت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلأة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية العكبان صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف العصري بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الألجام ما بدا نور
عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه، فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه، هاوٍ لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وظهرت من سر هذا النور ما ظهرت، وحصصت به من حصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في العالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره أبهر صلى الله عليه. وتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت يلسن الأتي في مسلم الشر يوصف ذلك الموصوف تسبيقا للسامعين من خواص المؤمنين وتربيعا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شعور خير الأنام، ولكن نزل إلى تدوين ما في ذو من شر أصرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين الله عليه. وباقيت راية في الكون منشورة على أمر الأيام والسور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة والعي التسوق إلى سمع الصف العظيمة، ولعل ينفع به المتكلم والسامع ودخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه. وقد عانى للقلم أن يحطم حركته فيه الأنامل مما استفاد ألفام من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. والشمائل التي هي حسن الشمائل أو نحسن عن نسبة ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في أدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم
منه تفرأ الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادات العبدية لا ملاحظة خفية، امتصت من شاءت من البرية بكمال الحسوسية. استودعت هذا النور المبين أسلاب بطول من شربته من العالمين. تنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت تقريم أبيه الكريم عبد الله ابن العبد المطلب ذي القدر العظيم. أم التي هي بالمقابر آمنة السيدة الكريمة آمنة تلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها ضمت أشياء ومعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فعملت برعايات الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. التمر الشر بعد أشر عهر من حمله وقرب وقته خروج به على عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم هذا العالم الفيوضات فضلي وتنتشر في آثار مد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Yeah.
تسلبوا
ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز النور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. فانفذ الحق حكم على من اتم الله عليه النعمه من هوش الامه ان يحضر عند ودي امه انيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا مولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود
مدعين لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الشرق والكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدى يا رسول الله
ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة نرتجي منك الشفاعة يا الله لجميع الناظرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله لجميع السامعين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله يا ربي صل وسلم يا الله صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله عليه في حريض قد حضرنا مجمع القوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب وبرامي بمطالب وبرامي
dalam kulun bertemana anda hati kalukhiyami الحمامي وسجع كمر الحمامي صلى الله عليه. يا لك الله من صفا ذاك المدامي ودعينا فاجبنا وعوذلنا نيامي واجتمعنا واتوصلنا عند سيدنا الإمام وشهدنا حين زرنا بهناديك من مقامي صلى الله عليه. أشرق البدر علينا واختفى مثل حسنك ما رأينا في العراقين والشام في العراقين والشام صلى الله عليه. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ من صلاة وسلام من صلاة وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله